سورة البقرة آية 148، آية 148 سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة، وجهة هو مولاها. قراءة ابن عامر، ابن عامر يقراها الشامي. ولكل وجهة هو مولاها. أما التي باقي القراء، ولكل وجهة هو موليها، يعني لكل إنسان وجهة، مقصد هو يسير خلفه إما في دنياه أو المقصود لكل طائفة قبلة ارتضتها. فارتضى اليهود قبلة بيت المقدس، والنصارى جهة المشرق، وأمة النبي جهة الكعبة. فاستبقوا الخيرات أي تسابقوا في تحصيل خيرات الآخرة. فضلك. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. قراءة أبو عمرو. أما يعملون في هذا، وما الله بغافل عما يعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني حيثما كنت في مكان بعيد فاستقبل جهة الكعبة. وإنه، هي هذا الحكم، الحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. فضل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. نعم، لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس اللي هم اليهود اللي احتجوا، وكذا بعض مشركي العرب. لئلا يكون، أي لكي لا، لئلا يعني كي لا. ورش يقراها ليلا، ليلا يكون للناس عليكم. فضل. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وظائف هذا الرسول إيه؟ يتلو عليكم آياتنا، اللي هي القرآن والسنة، اللي هو النص الشرعي، القرآن والسنة. ويزكيكم، يعني يطهركم من أمراض القلوب الحائلة بين الوصول إلى الله وبينكم. ويعلمكم الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي السنة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تفضل. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يعني يقولها فاذكروني أذكركم، تسكين الراء. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
يعني فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة والرحمة، أو فاذكروني في أنفسكم أذكركم في نفسي، أو فاذكروني جهرا فأذكركم في ملأ خير من ملائكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فاذكروني أذكركم، اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة، اذكروا خوفي يمنعكم من معصيتي، اذكروا رجائي يدفعكم إلى طلب ثوابي. كل هذه معاني. واشكروا لي، أي اشكروا نعمي عليكم فلا تعصوني بها ولا تكفرون. والكفران النعم هو أن تستعملها في المعصية. أما يعقوب فيقول: ولا تكفروني، بإيه؟ بإثبات الياء وصل النون. ابن كثير يقرأها: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فيبقى المعاصي كفران للنعم، والطاعة شكر للنعم. يلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، نعم، إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر يعني الصوم والصلاة، أو بالصبر يعني بالصبر على قضاء الله والصلاة، القيام بحكم الله وشرع الله. يبقى الصبر يتوجه للقضاء، والصلاة هي القيام بحكم الله شرعا، أو الصلاة المعهودة التي نصليها، أو الدعاء مطلق الدعاء كل اسمها صلاة. استعينوا بالصبر أي بالصوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر. يبقى الصبر أحيانا يطلق ويقصد به الصوم. يبقى الإنسان لما يكون في شدة يكثر من الصيام ويكثر من الصلاة، لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. إن الله مع الصابرين بالتوفيق والسداد والثواب والولاية والرعاية وقضاء الحوائج. يبقى معية هنا معية ربوبية. إن الله مع الصابرين، والربوبية تقتضي الرعاية والعناية. يلا يجي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني الذي يموت في سبيل الله ليس كالميت المعتاد، وبالتالي من مات في سبيل الله لا يقال ميت موت معتاد، لكنهم أحياء حياة أرحب وأوسع من حياة الدنيا، ولكن لا تشعرون، يعني لا تدركون هذه الحياة، حيث أنكم غافلون عن أمور الملكوت ومشغولون بعالم الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من شجر الجنة حيث شاءت. يعني معناه أن رزق الله سبحانه وتعالى ما زال جاريا لهم حتى بعد وفاته. أما الميت فانقطع رزقه، إلا اللي ميت في سبيل الله الشهيد رزقه مستمر ودائم. ولذا يقول في السورة الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني موت معتاد كده، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
يبقى بين أن من علامات حياتهم عند ربهم جريان الرزق لهم حتى بعد وفاته. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس أن يكون موته في سبيل الله. وبالتالي الذي يقول النبي مات كده وخلاص يبقى يخالف صريح القرآن. أن الله يقول ولا تقولوا بألسنتكم لمن يقتل في سبيل الله أموات. ومعلوم أن النبي مات مقتولا مسموما. فالنبي داخل في هذه الآية من باب أولى. بل أحياء ولكن لا تشعرون. نقول للناس الوهابية النبي حي في قبره ولكن لا تدركون. يقول لك لا ماتوا خلاص كده. يبقى أيهما ماشي مع القرآن؟ الوهابية ولا من خالفوهم؟ عشان تعرف بس إن الوهابية لا يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراتهم. يقول لك ماتوا خلاص. لا ما ماتش. لا ما زال في حي وما زال يرزق. وما زال هو رسول الله وما زال يقسم على العباد. إنما أنا قسم الله له. لأن الرزق تعلق بالروحانية. وروحانية النبي ما زالت مستمرة. وهو رسول الله قبل أن يموت وبعد أن يموت وقبل حتى أن يولد. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. مين اللي عليه الدور؟ مين كله أنا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ولنبلونكم هنا اللي هي قدر الله في عباده. فربنا يختبر العباد بالقدر ويسيب العباد على الأحكام. ولنبلونكم يعني نختبركم بأقدارنا التي نجريها عليكم فننظر من يصبر ومن يجزع ومن يشتكي ومن يحمد. وهذا البلاء يدور حول هذه الأحوال. إما أن يخيفك الله سبحانه وتعالى من شيء بشيء من الخوف والجوع اللي هو الجد وقلة الطعام ونقص من الأموال أو ذهاب الأموال والفقر والعوز والأنفس يعني موت الأحباب والثمرات قلة النتائج مع الأخذ بالأسباب. نقص الثمرة يعني إيه؟ يعني تاخد بالسبب ولا تجني الثمر. تذاكر وتصبر. يزرع الأرض وما يجيش ثمر. يعمل التجارة ويخسر فيه. ونشوف بقى هتصبر ولا مش هتصبر ولا هتجزع وتنقلب على عقبك ولا تعبد ربك إلا في الرخاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف. وشيء هنا منكرة حتى يبين أنها يعني ليس البلاء هو القاعدة بل القاعدة هي النعمة والرخاء. وأن الله سبحانه وتعالى قد يعيش الإنسان عمره 60-70 سنة. مرض في 60-70 سنة دي كام؟ قد إيه؟ سنة؟ سنتين؟ يبقى العافية هي الأصل والرخاء هو الأصل. جاع كم مرة فيهم ولا أشياء كلها في 60 سنة؟ ففي ناس عاش 60 سنة عمره ما جاع وما لقاش ياكل ما جربش الجوع. كل ما يجوع يلاقي الاكل قدامه. لو حد فينا ربط على بطن الحجر زي ما النبي حصل. يبقى ايه كلمة شيء؟ وكلمة شيء دي لفظة مغلة بالايه في الابهام. من اكتر الكلمات المبهمة هي شيء. تطلق شيء على اي حاجة. اي حاجة تقول شيء. مغلة في الإبهام. فهي تطلق على كل موجود دقيق أو كبير صغير أو إيه أو عظيم أو حقير أو عظيم. حتى أنها تطلق على الله
فهي تطلق على كل موجود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إلى هذه يعني تطلق على العظيم وتطلق أيضا على الحقيقة. فهي كلمة موغلة في الإبهام يسمونها. وبشر الصابرين على أقدارنا وعلى ما قسمناه لهم في المعايش. بشرهم برحمة الله وفضل الله ومعية الله ونصرة الله وحب الله، فالله يحب الصابرين. وإذا أحب الله عبدا لا يعذبه. فضل الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الذكر خاص بأمة النبي، ما حدش كان يعرفه من هو مستفسر. يعني سيدنا يعقوب يقول لي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله، ما قالش إنا لله وإنا إليه راجعون، ما كانش عنده. فده ذكر خاص بأمة النبي، يعني كأنها كنز أخفاه الله لهذه الأمة فجاء به الوحي. إنا لله وإنا، سيدنا إبراهيم قال إيه لما أقذفوا في النار؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالش إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل موجودة في الأمم السابقة، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون خاصة بأمة النبي، زي لا حول ولا قوة إلا بالله كده. كان النبي جالسا مرة فانطفأ المصباح فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا أهي مصيبة يا رسول الله؟ فالمصباح انطفأ. قال كل ما يؤذي الإنسان مصيبة، كل ما يعكر صفه مصيبة. الواحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون في كل شيء، حتى لما يجد أي شيء يغير خاطره، حتى لو شاف منظر مؤلم يقول إنا لله وإنا إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ذكر المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، والمصيبة هو كل ما يغير صفو الإنسان. إن شاء الله شوكة تدخل في رجلك، إن شاء الله حاجة كنت تملكها ضاعت منك، أي حاجة، شوية صداع، أي شيء يعكر صفوك اسمه مصيبة. كويس؟ فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني تذكر نفسك بأنك راجع إلى الله فيثيبك على الصبر على هذه المصيبة. بتذكر نفسك فتعرف إن هذه المصيبة وراءها ثواب كبير عند الله، فتخف عليك المصيبة. لما حد يقول لك أنت في شدة، طب لما تعدي دي هديك مليون جنيه، تقول خلاص الحمد لله. تبقى في الشدة بتقول الحمد لله، لأنك أنت عارف إنك أنت هتاكل بعدها مليون جنيه، صح؟ ربنا بيقول لك هديك الجنة بعدها، ليه مليون بقى دي؟ فاهم؟ وبالتالي لما تذكر نفسك بما أعده الله لك من أجر الصبر على هذه المصيبة خفت المصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتفضل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، أولئك يعني الذين يقولون إن لله وإنا إليه راجعون ويصبرون على المصائب، أولئك عليهم صلوات من ربهم. عليهم يعني إيه؟ يعني عليهم يعني معناها جللتهم، غطتهم، غشتهم، صاروا محاطون من كل الجوانب بإيه؟ برحمات من الله وصلوات من الله، وصلوات الله إمداد لهم بالصبر وإمداد لهم بإيه؟ بالشكر والذكر. ورحمة، ورحمة تحفهم، وعلشان كده يقولوا إيه؟ يقولوا إن ربنا بيدي صبر على قدر البلاء، يعني إدالك بلاء قد كده يديك صبر ضعفه. ضعف، لأن مع العسر يسر، إنما العسر يسر، مش كده؟ يعني لو إداك مثلا
10% ألم فيديك 20% صبر. شفت قد إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لطاعة ربهم في ظلمات أقدارهم وفي أحوال ابتلاءاتهم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتك كلما ذكرت الله.